كل شيء مزيان مزيان مبروك لاباس الله يبارك فيك اسيدي راكم على القصيه ايوا شويه ايوا راه جو زوين زوين اجيتي من الخدمه ولا واه يلاه عاد خير نجي نتقضى شي حاجه مزيان اسيدي ايوا راك عارف كي داز النهار الاول ديال الورا مزيان مزيان كيكون قاصح ايوا هاي دوز ان شاء الله غادي ايوا نتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله سوا في العشيه صافي ضروري يلا تصلي أيوب نعم اجي واش طاد الكتاب هذا شكون اللي جابو عطاه ليا واحد الشركه كل حدا الباب قال لي عاد ساعطيه لخوك داك الشاف اللي كيجلس حدا الباب ايه صافي سير سير واخا شنو شفتيها هفك هاد الدوسي هذا واخا شوف فيريفيها مزيان لحقاش خصنا نعطيو داك الكريتي ديالي صافي مرحبا مرحبا يلا شكرا ان شاء الله انا شوي راني ان شاء الله صافي هشام ها هشام نعم هبطت عشاء لا
بجانبك يخرج رجل خروجه الأخير مسافرا سفره الحتمي. أمي أمي شا تصدع شمعتي واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. وبجانبك يخرج رجل خروجه الأخير مسافرا سفره الحتمي توصله أربع سواعد وسبع عيون ويمر بطريقه وغراب أسود رسالة سوداء يحملها ملاك شيطان فحواها تهديد وغايتها إعلان رحيل. شريف قول لي شنو هو السر داك الكتاب اللي عطيتي لخويا؟ داكشي اللي كنقرا فيه كيوقع لي في الواقع. واش شريف؟ شريف فين راك؟ فين راك الشريف؟ شريف فين راك؟ فين غادي؟ قابلني في المقبرة. علي يلا يلا معايا يلا معايا فين غنمشيو فين؟ غير يلا نقول لك في الطريق غير يلا فين؟ سربي يلا يلا معايا يلا يلا عيا شوية الله يجازيك بخير عيا يلا والو ضروري تمشي معايا يلا غنشرح لك في الطريق سربي سربي واخا بلاتي واخا سربي واخا بلاتي يلا يلا صاحبي انا نقول لك شي حاجة وقع كتوقع عليا اشنو؟ وغير يلا اش كاين عاوتاني اش كاين اش واقع؟ قول لي اش كاين اش واقع؟ علاش نفهم هاد الرسالة؟ هاد الرسالة عطاها لي واحد الرجل شارف. وعلاش خويا؟
قبيله مكتوب فيها واحد السطر، كاين فيها واحد السطر هنايا. اشنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها قابلني في المقبره. ما كاتبه لي حتى حاجه معنا وانا راه فاش شديتها مكتوب فيها واحد السطر هنايا ومكتوبه بكتابه كبيره. دابا كتبان لك خاويه، كيبان لك دابا هاد السطر، كيبان لك هاد السطر دابا راه ما كيبانش. واني فاش عطاها لي وقلت كنشوف فيها مكتوب نيت واحد السطر هنا كبير، كتابه كبيره، قابلني في المقبره. انا ما فهمتش، ما عرفتش شنو كيقصد، ما عرفتش شنو بغا. وزيد عرفتي هاد الشيء راه والو، عطاني واحد الكتاب مسحور، داكشي اللي قريت فيه كيوقع ليا في الواقع. كي نقرا شي حاجه والغد ليه كتوقع لي، ما فهمت والو. سير جيب لي داك الكتاب نشوف. غادي نجيبو لك. سير جيب لي داك الكتاب نشوف. انت مع الرساله كتاب، مال هذا؟ واش وقع لي شي شي عجيب؟ ها هو خذ ها. داكشي اللي قريت فيه كيبان لي هذا الكتاب بحال شي كتاب قديم وفيه شي حاجه ماشي هذيك. شوفوا الكتاب عامر اسرار، عامر الغاز، كنفهم والو. انا اللي بغى يحمقني هو كنقرا شي حاجه فيه كتوقع عليا. راه تلبس عطيني شي راي. شتي الكتاب اخويا؟ نعم. خصك تهنى منه. عندك الحق، هذا الكتاب خصني نتهنى منه وما نلقى ما احسن منك. عرفتي هذا الكتاب هذا لوحو حرقو، المهم غير هنيني منه انا. صافي هني راسك. صافي غادي نمشي نحرقو غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنطلقو في الخدمه وغنعطيك خبر. عندك نساه، انا راه ما بغيتوش ذاك الكتاب. صافي انا ما بغيتوش، هنيني منه، غنهنيك منه. يلا شكرا خويا، الله يحفظك، نتلاقى في الخدمة. شكرا، الله ينورك اخويا، راني صافي. المصائب لا تستأذن بل تأتي دون موعد، وحتى عندما نخالها انصرفت تكون قابعة في الجوار لتذكرنا بما اقترفت أيدينا.
وي صباح الخير علي بخير لاباس زيد تفضل بخير الحمد لله بارك الله فيك كي داير الحمد لله كيف بقيتي من داكشي اللي تراك البارح عبدي كيف بقيت ما بقيت ما والو عطيتك الكتاب تفكني منه الساعه ما درتي والو جيت رجعت انا للدار لقيت وراه تما بالدار لا ما رديت والو راه حرقتو البارح فاش ديتو معايا لا سيدي ما حرقتي ما والو المهم خلينا من داكشي دابا نضرب هذاك الدوسي هذاك الدوسي ديال هذيك المره اللي جدات القرض راه رفضو مدير ها هو طبيعه الحال هذا يرفضو ربي يعافيك الا ما زوجت لي داك الدوسي ديال داك المقاول ان شاء الله راه عندو شي ليزانتيغي ولا شي شي زامبو تما راه خص تفيري فيها داك الشيء مزيان يلا خليك تقولي شكرا خليك الله يلا تنكونو خارجين نمشيو ناخذو شي قهيوه ولا شي حاجه ان شاء الله سلام شريفه بخير تفضلي هو هذا الدوسي ديالك فين انت عاجاني من عند المدير وكنقول لك لا تسمحي لنا الدوسي ديالك راه في دور المدير لحقاش الضمانات اللي عطيتينا ما كاينش الدار ديالك ما كتسواش نص الثمن داكشي اللي طلبتي لا راني باغيه ضروري داك القرض الله يرحم الوالدين راه بغيت الثمن ديال ديك الدار كيسوى اكثر من الثمن اللي كتبت في الطلب سمحي لنا لالا ما عندي ما ندير لك انايا الله يرحم الوالدين راه سميتو الثمن ديال الدار كيسوى اكثر من الثمن اللي كتبت في الطلب سمحي لي يا شريفه انا ما عندي ما ندير لك اش كدير عافاك ما عندي ما ندير لك الدوسي ديالك طفط من الفوق ما عندي ما ندير لك خذي الدوسي ديالك وتفضلي بغيت نشوف المدير سيرا لالا المدير راه ما كاينش لا انا بغيت نشوف المدير راه خص ضروري الدوسي تقبل لالا الدوسي ديالك راه مرفوض وراه ترفض من الفوق وحنا ما عندنا ما نديرو لك هزي الدوسي ديالك والله يعاون لا سيدي انا بغيت نشوف المدير المدير ما كاينش وخرجي عطيني بالتسع لا بغيت نشوف المدير ضروري لا خرجي من المكتب ديالي لا ضروري خصني نشوف المدير لا خرجي من المكتب ديالي ولا نعيطلك على البوليس ما بغيتش خصني ضروري نشوف المدير لا لا نوضي هاديك هاد الدوسي ديالي وخرجي من المكتب ديالي الله يعاون هاد الناس ما كيفهموش نقول لها ما مرفوض مرفوض وتقول لك بغيت المدير المدير ما كاينش ما مساليش اخر مره نداء الحنين بحرقة الغياب ورحلة حراسها غربان نذير حرمان في طريق سراب تقابلك حرباء ورجل غير موجود كلامه فراغ عند مرجع الكتاب خليل في الانتظار يعلمك برحيل أكيد لغائب قريب في مكان غير بعيد هشام نوض قلب على اخوك نوض قلب على اخوك راه ما كاينش بلاصتو ما كاينش بلاصتو فين غيكون غير برا كيلعب نوض قلب عليه ما كاينش بلاصتو ما كاينش برا واخا واخا انا غنبدلاني غنبدلو نمشي نشوف يلا نوض يلا صافي غير سيري سيري راني
رحمه الله. شفتيش واحد المراه وواحد الدري صغير دازوا هنايا؟ لا ما شفتيهمش. لا الله يرحمهم. يا خويا هذاك التصليف نسيت المدير عطاها لك. ايه واخا. شوف. نعم. بلا نسالي الخدمة نتلقى وحدة الواد. علاش؟ ثلاث بوزع. صافي واخا. مرحبا. على الجزر وعلى التمارة هذه شوية عليك تاعها بعدا شحال مرة شارفة مع خويا ماشي لا مرة شارفة انا اخوك لا حتى شي حاجة الصباح وانا كنقلب عليهم اجي بعدا انت اش كدير هنا والله درنا انا وياك نتلاقاو هنا نسيتي مالك نسيتي الله يهديك عليك فين انا درت معاك فين شتك كاع الصباح في الخدمة وعلي الله يهديك انا كاع ما جيتش للخدمة الصباح في الخدمة الوالدة الصباح نوض 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 راه اخوك ما كاينش في بلاصتو وجيت كنقلب اقوم هذاك الكتاب هو السبب ديال هاد المشاكل هذا عندك الحق هو سبب هاد المصايب حيت فيه واحد اللغز ما فهمتوش غنعاود نقرا ربما تعاود قرا قرا لي هذاك اللغز قرا اش نقراك بعد هاد اللغز واجي واجي بعدا نجلسو شويه اجي نجلسو شويه ونقرا لي هذاك نداء الحنين فرقة الغياب ورحلة حراسها غربان نذير حرمان في طريق صراط تقابلك حرمان ورجل غير موجود كلامه فراغ عند مرجع الكتاب تلوث الانتباه يعلمك برحيل اكيد لغائب قريب في مكان الى عند مرجع الكتاب هو هنا فين حنايا يعني هاد البلاصه ايوا زيد خليلك الانتظار تعرف شكون هو الخليل عرفت الله هو الصديق الانتظار هو انا هو الصديق ديالي الوحيد لقيتك هنا كتسناني زيد كمل يعلمك برحيل اكيد لغائب قريب في مكان غير بعيد يلا معايا للدار نقول لك اش كاين اشرح لي نيتي يلا 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 معايا للدار نقول لك اش ايوه شوفني ايوه
كتاب القدر وحكم المكتوب وأمر الله ما من نغروب كتاب الأقدار وحكم المكتوب وأمر الله ما من نهروب كتاب الأقدار وحكم المكتوب وأمر الله ما من نهروب كتاب الأقدار وحكم المكتوب وأمر الله تزدحم الدنيا أحداثا ميت ملجوج ويحيى وحي يموت ويفي من يملك ما ليس له يعيش ما ليس فيه خيال يرسم في حياة الآخرين إرجاع ما ليس لك أمر مكتوب عليك بين صدور كتاب الأقدار والروح الفانية لمستقرها آتية عبر بوابة أرضها وسمائها العالية كتاب الأقدار
اكتب الاقدار واحكم المكتوب وامر الله ما منه هروب. كتب الاقدار وحكم المكتوب وامر الله ما منه هروب. اكتب الاقدار واحكم المكتوب وامر الله ما منه هروب. وهذه الهاي خلي تحفظ مرايا وهذه الهاي خلي تحفظ مرايا وهذه النهاية خلي تحفظ ورايا وهذه النهاية خليت الماضي ورايا. الدنيا مكاتب وأقضى فيها يمين وفيها يسار بين الإنسان محتار أيهما يختار وعند الجزاء لا خير يستعار ومنك يوارون القطب. هذا كله مسطر لك في كتاب الأقدار. ما من شيء يشهد على سطوة القدر أكثر من هذه القبور الباردة. كل هؤلاء حاولوا بوعي أو بدونه تغيير مجرياته، ولكن حتى تلك المحاولات بحد ذاتها كانت قدرا عليهم. وروحك بس تخرج مزروب. أصعب إحساس تكون باقي وتلقى سميتك في الشهد مكتوبة وتحس باللي جسمك تشل وروحك باش تخرج مزروبة. كتاب القدار وحكم المكتوب وأمر الله ما من غروب. كتاب الأقدار وحكم المكتوب وأمر الله